الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعض معالي وزير الدولة وزير كحوغينكا يضمان كسمها أقاسمها قود وزارة علماء قيبة هذا كل دوان وان سلامة يا إلهينا وحنك برينا سيدان أكل أني إنو قلوب تا صومالي دا ميل والبوجوك تا إنو أكل ميو أو من نمدنا أو إلاليو أنيغو هادر كو إن شاء الله واسو كوبيا وحان ربا كليا موقف كي نحر كي تأصيل كشرعيق أها وعلماء أي كدو دي والا سو جيدي ودكتور كاو نوغو سو جيدي مركو أغوه الرئيسي وانا وح قرن أو مسجل أه لكن وحان الله ربا كالين تا علماء إيو أقونيهن كا إيو إندير جارت كا بما أن العلماء ورثة الأنبياء إيهين ومدى إنه يكهر كعان وناجا إنه أتل ما مان ميلها مخاطر تأوغا إيمانيس حدبا ما أنت ومرحلة دي أي يجو أمي لدي لهايين أشيغ لهايين ما أنت وحا الصعدة تاريخ دي أولا مرين هبابين أي أيا الصعدة وحا الصعدة دقن كي او تاريخ دل حتى ممالك تي اسلام كجير جير قور قور قرالا دل لغا سمينا ايو انت دنبه هده اتوبيا وحيكون مشغول سنيد ان لبدلو او عنصر صومالي اردن لغا سارو حدوده ان لبدلو وحال لبدليا او كال حتى دقن كي ايا لبدليا وحا صورن وحي اباهنهن وعيقلين وحي اباهنهن براروجين او كدعا منابرتا حلقاتك اسكولاتك ميلك استأجوغا دادك وحا اوغوه الرئي وعيغا ان لغا وعي قليو او لصحو تاوا مهم جدا نقطة اللبات ان اسلاي هاي ايادنا وحا مهمة انانا لغو كتسو من دادك وحا دعي كرتا الرما قرعسي ايو دقالة ايو هرمر والغاري كرا لكن وحا لغو غاري كرا نباد يسيدا يعني عادقة دريقة لغو غاري كرا وإلا هدادا قفكو إن دير قرد أهين والغوغو خلدي كراه سادر تيد علماء الإسلام أصوليين تا خاصة الإمام الشاطبي وحوليه اعتبار المآلات معتبر شرعا يعني وحاوي وإن لفيري وحا بيدعا يميشي كالصعدان مروال بابا علماء يددك إن دير قردك إني فيريان ومعتبر أفعاش إي أقواش اللقاذة يهأها تموافقة أو مخالفة مركا وانا قاعدة إسلامية متفق عليها أو قواعد بدن وسد الذرائع وفتحها منوط بالمصلحة إي كل إكسو أرارين مروا البابا إن دبلو إيغو مركا أرينير أمان تقطع لكيرينا يو إي ماءها ويكوي انتهي لكن وأرين سوجي تميسي عبر التاريخ أول دون يو لنا تسريحيه او ستوس او عديين مدحدودا marka inta hadaad ku qaadan weydo oo umaleysa kaliya si sadxiyad u fiiriso meesha makhatirteeday leedahay waxaan ku soo xatimaya hadaba iyadoo inta ay jirto waxaa laga raba shicaarka aayada ku qoran wa'tasimu bihablillahi jami'an inay laba mustawayan ay qaadato mustawa mujtama' almuslim ka hay bulshadeena inay qaadato oo siyaasiyinta dadka kala afkaarta duwan qabaaisha waxyaalo fara badan baa la isku haystaa dad meel wada degan isku haystaan waxa soo dhan marka uu yimaado tahdiid khariji uu yimaado ama handadaad iyo khatar khariji inuu yimaado marka khilaafaadka in dhinac la iska dhigo waqtasimu bihablillahi jami'an in aad loo xojiyo waa qayb muhiima waxaan kale ku soo xatimayaa qayb kale muhiima waxa ah dadkan la isugu yaani midi afaynayo oo madax la isugu gelinayo وحاوي شعوب القرن الافريقي كلها اغلبيتها هو مسلم هنقطه اورومو هنقطه عفار هنقطه قبائل ككله اغلبيتها هو مسلم اي صوماليدا وحاوي اني مر والبابا اي حسوستان ايدا اعتصام بحبل الله جميعا وحي خلافات كود النبط اي كدليان او وليغود وا درس ان كلا غورينين انن لا اسكو ميديو افينين او لا اسكو ديرين او ددك بديبا سياسه فرق تسد inaa san marnaba ay dhicin waana waxa dadka ay qaadanayaan ama gaala kale ay isticmaalayaan marka insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay toofiqdana waafajiyo kelmadeenana ilaahay inuu mideeyo arinta muslimiinta oo dhan ay ku midoobaan si nabadna loo hagaajiyo ugu dambeyna waxaan leeyahay wixii asbaabtaas keenay
waxaa kamid ah furqada anaga naga dhaxeysa ayaa keenay maamul goboleed ha ahaado ama marmarka taa in laga shaqeeyo mar walba marka ay tahay bilow sida lagu xadin lahaa intaysan cadaada naga faa'iideysan هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته